خلوني اخدكم ونطلع مرة تانية، احنا مش بعيد قوي برضو عن البحر الاحمر، هنرجع مرة تانية على شرم الشيخ انطلاقا من تغطيتنا المستمرة لكوب 27. نروح لسالي سالم وفدة التلفزيون المصري. ها يا سالي احكي. طبعا انا هسمع اغاني وهسمع موسيقى، شرم حاجة تانية خالص. ايه اللي عندك يا سالي؟ مساء الخير عليك يا يوسف، ومساء الخير على مشاهدينا في كل مكان. يعني بالفعل من دقايق بس انتهت الفعاليات الاحتفالية الموجودة هنا في المنطقة الخضراء، واللي بتبدأ يوميا يا يوسف زي ما بتقول من الساعة 6 وحتى 10 تقريبا. بتستمر هذه الفعاليات الفلكلورية اللي موجودة من الوفود المشاركة، وفود مصر والوفود من كافة دول العالم، بيحاولوا من خلال وجودهم هنا في المنطقة الخضراء ان هم يبرزوا الثقافات والعادات الفولكلور بتاعهم من كل دول العالم المشاركة. ويمكن احنا تابعنا التصريحات الخاصة بالوزير سامح شكري رئيس هذه الدورة، انه في مشاركات من كافة دول العالم ما يزيد عن 120 رئيس و 66 ألف مشارك في هذه النسخة. هذه الفعاليات هي بتعبر عن المشاركين، عن الوفود الموجودة هنا في مدينة شرم الشيخ واللي مشاركين في هذه القمة، قمة المناخ. الحقيقة أن الفعاليات الاحتفالية اللي بتتم هنا هي بتعمل نوع من أنواع البهجة صحيح داخل هذه المنطقة وخارج المنطقة أيضا، احنا بنسمعها في المنطقة الزرقاء في منطقة الفعاليات الرسمية. يمكن اليوم يا يوسف كان يوم حافل جدا من المناقشات في بند جديد تم وضعه أو قامت مصر بوضعه، هو بند التنوع البيولوجي واللي بيوضع لأول مرة داخل هذه الأجندة. كان هناك العديد من المفاوضات والنقاشات وإعلان إطلاق مصر لمبادرة التنوع البيولوجي، وتم العديد من الجلسات سواء من المجتمع المدني أو من الجلسات الرسمية، واللي بدأت بأول جلسة وهي كانت تحت عنوان تحقيق الصلة بين التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية. ويمكن التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية هم أمرين يعني مرتبطين ببعض ارتباط وثيق، وده بيرجع لأنه التنوع البيولوجي في معناه أصلا هو التوازن في الطبيعة في كل الكائنات الحية سواء بقى إنسان أو حيوان أو نبات، وأي اختلال في التوازن ده بيؤثر على التنوع البيولوجي، وبالتالي بيحصل تغيرات مناخية، بترتفع درجة حرارة الأرض وبيحصل انبعاثات واحترار. يمكن النهاردة كان من بين الأحداث اللي حصلت في هذه القمة هي زيارة ومشاركة رئيس البرازيل في هذه الفعاليات والتصريحات اللي أدلى بيها في ندوة أو خطاب. كان في عدد كبير من المشاركين في هذه القمة واللي أثنوا على الخطاب ده بما يحمل في طياته من العديد من التصريحات، منها أنه كل دول العالم بتتأثر بالفعل بهذه التغيرات المناخية سواء الدول النامية أو الدول الكبرى، ولكن الدول النامية بتعاني من الكثير من هذه التغيرات المناخية واللي بتؤثر على الاستثمار والاقتصاد الخاص بالدول دي والنمو الخاص بالدول دي. كان بيتكلم أيضا أنه 50% أو 50% من دول العالم تحديدا بتساهم ب1% فقط من الاحترار أو الاحتباس الحراري، وده بيأثر على كل دول العالم. اتكلم أنه في 200 ألف حالة وفاة بتحصل سنويا نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. اتكلم أيضا عن أنه لازم يكون في خطة وبناء لنظام يساعد على تحقيق تطلعات وطموحات البشرية. اتكلم أنه لازم يتم التوقف من إزالة أشجار وغابات الأمازون، وأنه بيعمل على تفعيل صندوق حماية هذه الغابات واللي بيحتوي على 5 مليون دولار حتساهم في تقليل هذه العمليات للإزالة. الاختلال في التنوع البيولوجي اللي بيتم في الكرة الأرضية بيرجع لتفاعل الإنسان بطريقة سلبية مع هذه الطبيعة، واللي بيؤدي إلى انقراض بعض النباتات، انقراض بعض الحيوانات، أيضا بيأثر على المحيطات والبحار، بيأثر على الشعاب المرجانية، واللي في النهاية بيؤثر على التنوع البيولوجي وبيؤثر على التغيرات المناخية. أيضا النهاردة كان يا يوسف عندنا بعض الاتفاقيات اللي تم توقيعها من الصباح الباكر فيما يخص الهيدروجين الأخضر، وهذه الاتفاقيات واللي كانت بحضور وزير الكهرباء ووزير البترول، وهتبدأ من خلالها انطلاق بعض المشروعات، ويمكن في بعض المشروعات
انطلقت بالفعل، وكان بيتحدث وزير الكهرباء عن انه المحطه او الاليات الفنيه موجوده عندنا في مصر لاستخدام هذه المشروعات، لتنفيذ هذه المشروعات. والاتفاقيات دي كانت اتفاقيات مع تحالفات دوليه وتحالفات عربيه لاتمام هذه المشروعات في العين السخنه، في السويس وغيرها من المناطق، وانه بالفعل في تنفيذ لهذه المشروعات على ارض مدينه شرم الشيخ المدينه الخضراء. يمكن يا يوسف بيتم داخل هذه المدينه كل ما هو صديق للبيئه، كل ما هو حولك في كل مكان، سواء داخل المنطقه الزرقاء او هذه المنطقه الخضراء، كل ما هو صديق للبيئه، كل ما هو يتفاعل معه الانسان بحيث لا يضر البيئه، سواء حتى من المشروعات او الافكار اللي موجوده داخل القاعات الخاصه داخل هذه المنطقه، المشاركات من قبل الشباب، الشركات اللي بتعرض تقنيات مختلفه عن ازاي نقدر نتعامل مع البيئه بشكل فعال وبشكل ايجابي وبشكل نشط. يمكن بكره وبعده هيكون في الخروج ببعض التوصيات في نهايه هذا المؤتمر، واللي بالفعل يمكن الجميع رصد انه هذه القمه قمه التنفيذ. مصر بتقوم بوضع كل التسهيلات للتفاوضات، تفتح كافة الطرق للجميع لأن يصل إلى هذا المضمون وهذا الحيز، هو قمة التنفيذ. ده شيء رائع جدا يا سالي، حقيقة تغطية متميزة كما جرى العادة. كل الشكر ليكي سالي سالم، وفدة التلفزيون المصري لشرم الشيخ وبالتحديد من المنطقة الخضراء. شكرا يا سالي.